والله ابني واحد عالم من العلماء رحمة الله عليه قال ان ابوه وامه جابوا له عروسة فقال لما دخلت شعرت بالذعر من شكلها مخيف شكلها كانت قبيحة سلم يا رب فقال في نفسي قال له انت قال له يا ابني اكون سعيد لو تزوجت هذه البنت ويا امي قال والله يا بنت يا ابني لو انت قال انا يا رب ارضيك في ابويا وامي الله اكبر اخذها قال فلما احتسبت النية لله والله يا عمر يا ابني عشت معاه 42 سنة ما اغضبتني مرة وكنت اراها كل يوم ملكة جمال متجددة سبحان الله لما احتسب الامر سبحان الله فاظفر بذات الدين يا ابني طب خد ام عيون خضرة وشعر سايح نايح وبعدين وطلعت عينيه وعينين اللي انجبته يبقى الحل ايه الحل ايه نستمتع بعيونها الخضراء وشعرها الاصفر لا لا لا, 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 لا الامور بالتعاون الانسان شوف نعيم اهل الجنه لا يبغون عنها حولا سبحان الله مش الانسان الشيطان بيضحك يقول يا بنتي شد وشك اعملي عينيك ياباني اعملي ودنك مش عارف ايه طب وبعدين ثم طبع فاظفر بذات الدين تربت يداك ليس الجمال بمئزر فاعلم وان رديت بردا ان الجمال محاسن ومناقب اورثن حمدا يا سلام والله الاخلاق انا انظر على الولد اللي عنده خلق البنت اللي عندها خلق اقول الله اكبر اسبح بحمد الله ان خلق هذه الاشخاص هؤلاء الاشخاص والله لان الخلق يا ابني احنا افتقدنا هويه الامه في خلقها في سلوكها نعم بس احنا لو عدنا هل هنالك نماذج من 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 القديم كانت تختار زوجاتهم بعنايه وكان هنالك كلام في كيفيه اختيار الزوجه ابن الحلال كان كل الناس عدول بميزان الجرح والتعديل في علم الجرح والتعديل يعني عدول يعني جمع عدل ومن هو العدل هو الذي يقول كلاما متوازنا فصلا في شهادة ما يعني يسأل عن فلانة يقول خلي بالك لا تتزوجها هكذا نحن مأمورون بهذا أبو رويحة الخثعمي ده رجل من كبار الأنصار من أثرياء الأنصار راح عند الأزد في قبيلة الأزد في اليمن يتزوج بنته نحن لا نعرفه قال انا ابو رويحه الخثعم قال انا اعرفك ائتنا بمن يزكيك راح رجع المدينه اخذ بلال الرسول اخذ بن بلال المعدم الفقير وابو رويحه الخثعم عبد الرحمن بن عوف زوجه ابنته وعلي بن ابي طالب عايز ياخذ الاذان بلال لا انا اللي هاذن الله سبحان الله سبحان الله يا بلال ما دخلت الجنه مره الا وسمعت دبيبها انا عليك سبحان الله المهم فراح دخل كده بلال قال انا بلال بن رباح مؤذن رسول الله عرف نفسه عرفنا داعي بد وهذا اخي في الاسلام ابو رايحه الخثعمي رجل سوء في الخلق ان شئت فزوجوه امامه الله اكبر سوء في الخلق يجامله لا ما يجامل لا الصاحب له على صاحبه كذبه لا 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 يبقى شاهد زور انظر اخاك ظالما او مظلوما سيدنا علي اول ما بلغ ان الحسن ابنه راح يخطب من قبيل بني همدان راح صعد المنبر قال ابن الحسن هذا مزواج مطلق ان شئتم فزوجوه وان شئتم فارفضوا قال زعيم قبيله همدان كيف نقبل ابنتنا ان تضع شفتيها في مكان كانت توضع فيه شفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم الله قال ولو كنت بوابا على باب جنه لقلت لهمدان ادخلي بسلامك